بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. ولا ليال ودرسي شناد الكتاب كني الهدي الواضح في ذبي عن معتقد السلف الصالح. هذا ولا ليال وحن هروسو قادنا إمام البخاري إنه أولي ضحكة سنة كسو عروري وحن تاكسو حراني الحافظ البيهقي كتاب وقري الأسماء والصفات لمبر كافر بغل صدن يصدح مركا وحا كلو تأويل كان بخاري كسو قوريي إنو سدا صدح كا أولي والرحمة وكا أولي الإمام الخطابي خطابي أيا سو قوريي وحا كلو سو قوريي حافظ كوين ابن حجر العسقلاني إساقنا وسو قوري مركا تأويل كان بخاري أو ضحكة الرحمة وكو أولي وحي كسو أروريين شبه شبه هذا سيو حيلا ذهي سند إن كان مشيقين كتاب كان قرية الليل بيهقي يهدي ديبان وقول الله بنينا أساقنا وح سند مشيقين وحان الله الرواء الإسناد من الدين سند كون الدين تو كمدية وحان الله باهن يهي سند إن الله يلوه وقلا يا إلى بخاري إنو ضحكة كان أولي عدينا يهي شبه هذا جواب كذا والله ليالو حوي هرت ضحك عن تأويل كبخاري أو الرحمة وكو أولي وحانو لأنه لا يحتاج إلى سند وح سند وما باهنا محايا لأنه صخ بخاري كم ذا أي الله جهري أي مضنا أي الدلاع كو سميين نسغوين بخاري كم ذا أي كو قران تاي ضحك عن إن رحمة لكو أولي وحادنا كفهمي هذلك فتح الباري حافظك وين فتح الباري هذلك وكويري محايا لوحو يري فتح الباري جسك سديداد وحكو يري مركي وكهد لها حديثك يضحك الله إلى رجلين. قال الخطابي شيخ خطابي وحو يري ويري وأول البخاري بخاري هنا هل كان أن جوغنه حوايا يضحك يضحك الله إلى رجلين خطابي وحكو أولي بخاري الضحك بالرحمة لحك عن قصل كان إن قصل حقيقة لولجيد أو الرحمة لولجيدو أي بخاري أولي خدابي أسلا صدهاية مركز وحو يري ابن حجر ولم تقع نسخة داس مدعين في النسخ التي وقعت لنا من البخاري نسخوين كأنك وان هينو كم آنا نركم بوير أو كم قرر وحد كفهمي هذا الكحافظ كمركز خدابين واسقوا النسخة دار عدي او ضحكيقان رحمة بخاري وكو اولي متنق بخاري انو كد دار عدي اتكفهمي محايا لي اساقوا حافظكو حولي انوقوا النسخة نسخة دان هايو كما قرر نسخة دان هايو كما قرر محايا اتكفهمي نسخوين كالين لقاه لي او نسخة دي خدابي اي كمي تاي خدابين او حوي وحال ليلا اول من شرح البخاري ايوها صحيح البخاري نين شرحه إساقا وقوه الرئيي وانا نين اطلاع بدن او آد او قون اقوله نسخوين كبخاري مركا فحافظك النفتيسو انو كو قناع سنيا هاي بخاري اني كسوغناتي ضحكا انو الرحمك اولي اني كسوغناتي انو كو قناع سنيا هاي لابن ميلود ايو شرح بخاري وكسو قوريي حافظك انو بخاري ضحكا انو الرحمك اولي laba meelood ayuu ku soo naqliyay oo uu ku soo guuriyay marka khadaabi ya raali ku noqday in bukhari sanadkan uu ka ansaxay oo dhixkaga inuu raxma ku awulay xafid ibn hajar asqalani ya raali ku noqday imaamul al xafid al bayhaqi ya raali ku noqday marka tani waxaanu leenahay shubhadan uga jawaabayna nusqooyin qaar ayaa laga helay nusakhda bukhariga in dhixkaga lagu awulay raxmo سيدا لغا فهمايو هذالك حافظك ابن حجر العسقلاني هالك هاسنا وحا كورنا ما هذي شب هذي اي تأويلك كسو اروريين ولله الحمد على ذلك واولا وحو اولي النضر بن شميل السلفي حديث حتى يضع الجبار فيها قدمه واولا وحو اولي النضر بن شميل نضر بن شميل وحو اولي اسونا حديث حتى يضع الجبار جبارك إلى كدجيو فيها جهنم دحدها قدمه مخلوقي سي علمي سكهر مري إلى كدجيو جهنم
قال وحو يرى نضر بن الشميل إن معناه حديث كان معنيه سوحو يهي من سبق في علمه علمه سوحي كسا وهر مري أيال لولج إذا أنه من كاسي من أهل النار إنو كمدية ضدك إلهي وقادي إني أهل النار كأيهين ضدك أس أيا إلهي كد جيا النار ساسو كأولي ومرك وحا ماشا كعد أريقا قدم كان إن إلهي قمت حقيقية أن لغس فين كارن قمت حقيقة إن أن إلهي لغس فين كارن تاسنا وحا دليلها تأويل كأوسميي النضر بن الشمائل وقدم كي أكو أولي من سبق في علمه إلهي علمي جيسي وحي كسو هر مريو أنه من أهل النار إنو أهل النار ككمدي هاي كهر مري إلهي علمي جيسي ذكر ذلك وحا تأويل كالشيغي البيهقي في الأسماء والصفات أيو كشيغي صفحة ستح بغولي الصدنات أيو كشيغي ونقل الحافظ صفحة المركة وكشيغي وسيداس أيضنا هل كاس وحاك عدى قدمك إلهي إن قدمك إلا أولي ونضر ابن الشميل وكو أولي قفك علمك إلهي كهر مري وإنو أهل النار إلهي كهر مري شبهدان وحي كسو أروريين إساقنا وحي كسو أروريين عن لايه تأويل كان سوغن شبهي كسو أروريين وحي إلهين ماشاني وحسنة دا لما شيئين وحسنة دا أما بترسي لما شيئين أي إلهين دا ماشاني واريا الوحوي شيئا مربح الدوي النقضه شيء دادك علماء حفاد داه واوين اللقو كالسون يهي اي سوء قوريين مربح دون نقضه دي وحا اللقو حنباري ايقو اي ادلاعدين سند اي دالعدين سند هاد اي ادلاعدين كالسون دا حفاد دا امدو اي كو قبتو ايا مركاس وحي استايق كرتا بوسكي سندك محايل ايقو امام البيهقي اساقو سند ادلاع انو كسمييي ايا ماركتا سند حديث كان aad maragtaa ay ugu dhawdahay inkasta oo wax sanada uu san u sheegin laakiin Xaafid Al-Bayhaqi ayaa ku qancay taawilkani inuu ka sugnaday Nadr ibn Shumayl waana nin Xaafida oo thiqaa oo lagu kalsoon yahay wala allahu italaa ala isnadin inuu sanad daalacday ayaana aad ay ugu weyn tahay wanaqala Al-Xaafid wuxuu soo guuriyay Ibn Al-Jawzi Xaafid Ibn Al-Jawzi وحو كسو قوريي في كتابه دفع شبه التشبيه صفحة اللبا بقل لباتني يصدح والبيهقي بيهقنا وكسو قوريي في الأسماء والصفات صفحة أفر بقل لباتني اللح أن الإمام إمامك سفيان بن عيينة تأول إمامك سينو أولي حديثة آخر وضعة وضعها الرحمن بوجه حديث كاسينو أولي سفيان بن عيينة أي وحو أولي حديث كان آخر وضعة وضعها الرحمن بوجه وضع هذا إن اللولة جيد استاق وعلى أرنكر إلهي مالك استاق أيو أولي سفيان وحونك أولي بقوله هذا الكيس وكو أولو وير إن معناه حديث كان معنيه سوحو يا آخر غزوة دولانك أقدم بيجي غزوة سو غزاها رسول الله رسولك إلهي ودولي صلى الله وسلم عليه بضعيف وكدولي آخر غزوة دولانك وقدم بي غزوة سو غزاها رسول الله رسولك إلهي ودولي صلى الله وسلم عليه بضعيف أي هاتي ضعيف أي هاتي دولانك وقدم بي ونبي محمد ودولي صلى الله وسلم عليه ساسوك أولي ومرك وحوي وضع هذا إن اللولة جيد استاقي حقيقي هاي وان لوران كارين إلهي حقيقة هانو استاقو سمايا ان لوران كارين تاس ايا وحي دليل اتهاي تأويل كسوفيان بن عيينة او اولي او كو اولي وحا اللولة جيد آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله وسلم عليه بطائف تأويل كان ساينا شبه يكسو اروريين شبه ايا يكسو اروريين شبهه ay ku soo aroriyeen waxay ahayd waxay ilaahay hadiiskan saxiix ma baahaba hadiiskan sidan oranahay
صحيح مباهن وهو حديث ضعيف أو انجرين هذه حديث ضعيف نغضه وحجره وسنغنى تاويل كن إساقنا وعلمد وحجره من نغنى أيوه شبهة سبحان وقال جوابينا حديث كهورتا علماء دحضة خلافة يا أود حي آخر وضع تمودي أهل الرحمن حديث كده رقبا حفاظ الحديث كم علماء حديث كم إذا أيانا صحيح يالي وحاكم إذا شيخا ليداه مناوي كتاب كان فريد القدير كا أيوك صحيح يا لي حديث كان حتى شيخي إن أدينكو أد حق التصحيحة أضع عسكتان أنقو ما عسكنا الباني اللي يراه أي حديث كان وحوك صحيح يا لي كتاب كيس اللي يراه صحيح ابن ماجه كتاب كيس اللي يراه صحيح ابن ماجه أيوك صحيح يا لي مركز شبه لها سنة هالكاس أيوك بعضي ولله الحمد محايا لحديث كا مربح الدين الله الرك صحيح يا لي رك صحيح يا لي هدين الله له وحال الاعتماد كرا تصحيحه صحيحيا ايا الاعتماد كرا فيد القدير كا ايا نو اعتماد انا او شيخ المناوي وحديثك كنت صحيحيا لي ادينكو انقو ادينك اذن قنعنا اننا شيخي انا حق تصحيحه يتضعيف كا دو قدم بيسان اي الباني نفتيش حديثك وحكو صحيحيا لصحيح ابن ماجه وذكر وحو حسي الامام الذهبي امام الذهبي وحو حسي في سير اعلام النبلاء سير أعلام النبلاء سير كاس وكتابك اللي يرى سير أعلام النبلاء جزكة الضباط صفحة أفر بغل طواني يسدد وحكو حسي أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى أول النزول إمام مالك إنه أولي سود جدا نزول كاس الواردة في الحديث حديث كسو أروري فقال وحو يري إمام الذهبي قال الإمام مالك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام مالك وحو يري ويري ينزل ربنا ربك وسودك تبارك وتعالى يأمره أمرك إلهي سودك على قوضه ويري إمام مالك سودك إده إلهي ثلث الليل كأخيرك هبينك قيبت أقدم بيس إلهي سودك waxa laga wadaa wiir amarka ilaahay yar naxariista ilaahay soo degta ya sidaas ku awlay imaam malik malik ibn anas faama huwa ilaahi fa daayiman wa alla daayiman la yazulu ilaahi mazulu wa alla daayima mazulu ilaahi suma aragtid taawilkaas wuxuu ka sugnaday al imaam malik ibn anas ayuu taawilkaasi ka sugnaday marka قال صالح صالح وحير صالح في السند ذكرت ذلك تأويل كاسا ليحيى بن بكير يحيى بن بكير أن تأويل كاس إمام مالك أيان أشيغي أون حسي فقال وحير حسن وتأويل وناكسا والله لم أسمعه لكن تأويل كانوا من مالك مالك والله أنه كمانا مغل لكن وتأويل أدو في عمبوير هل كانوا حكاعة سلف كين يقول أيان سود جدا وحين ما لها كفا فيان ويراهان نزولك waxaa laga wada soo degid xaqiiqo ah qof meel kor ka soo degaayo oo hoos u soo degaayo soo degid xaqiiqo ah taas lamida ayaa laga wadaa kuleeyay war heede ilaahay marka tira waa soo dega oo xibinka dambu soo dega sulufil laylul akhir afarta saacad habeenimo ugu dambeysa ayuu soo dega hada tiri caalamka wad ogtiin hada uu hore maray waa la ilbaxay annaga markii ay noo tahay 8 saac habeenimo dadaa waxay u tahay 4 saac habeenimo dadaa markaas waagu u bariyay dadaa markaas duhur dukanaya adduunka thuluthul laylka aad leedeen ilaaha xaqiiqa ahaan u soo dega waa thuluthul laylke ma 8 saac oo Germania ma 8 saac oo Yuruba ma 8 saac oo Afrika ma 8 saac oo Saudiya xagee way 8 saac ilaahay soo dego masi waxaad leedihiin 8 saac oo Mareykan markuu maraayana Ilaahay markaas uu soo dega haddana markii Soomaaliya 8 saac habeenimo ay maraysana haddana Soomaaliya soo dega 8 saac ma waxaad leedihiin 8 saac oo haddana Suudaan uu soo dega haddana 8 saac markay marayso Dubai ayuu soo dega war waxaasi wax aqli xataa bin aadam uu rumaysan karo ma Ilaahay awadaas oo dhan ma soo degid uu wadi haye
waxa noqonaysa markaas soo degidu inaysan ba joogsanba maxay ila anaga markii 8 saac anaga markii noo tahay qola markaas ayagana duhur dukanaya de maanta oo dhan iyo habeenkaas oo dhan ilaahay ma nusuulu ku jiri thuluthulaylka uu soo degood sheegaysaan bayinu lanaa bayaanan shaafiya noo cadeeya waakee thuluthulaylka uu soo degaa waakee ma thuluthulaylka sacuudiya ma thuluthulaylka maraykana ma thuluthulaylka jordana waakee amarka ilaahay ayaa soo dega saasuu ku awulay imaamu maalik marka tawiilka noocana waxay ku fureen tashwiish iyo shubho waxayna yidhaahdeen sanadka waxaa ku jira nin la yidhaah xabiib ibnu xabiib xabiib ibnu abi xabiib ayaa ku jira yidhaah oo kaatibu maalik ah maalik qoraa u ahaa jiray ninkaasna waa daciifa yidhaahdeen oo hadalkiisa lama qabsan karo taa marka walaalayaal shubhadaasi waa shubha aada daciif u ah waxaana leenahay raddigeeda aanu ku leenahay horta xabiib ibnu abi xabiib marba kaatibu maalik hadduu yahay oo imaamu maalik uu kitaabo ku aaminay inuu qoraa ka dhigto hadduu ku aaminay taasi waxay tusinay tawfiiq imaamu maalik inuu ninkan u haysto nin run badan oo lagu kalsoon yahay inuu yahay waa tawfiiq sababtaa waxay tawfiiq u noqonee nin beenaalo ah oo eberkiisa ah oo daciifka ah imaamu maalik kuma aaminin kitaabo iyo qoraal inuu xadiis u qoro xadiis iyo cilmi inuu u qoro kuma aaminin midda kale wacalaa fardi dacfi ninkan inuu xataa daciif yahay haddii aanu qadarno sanadkani riwaayo kale uu ku soo arooray riwaayadaas uu ku soo aroorayna waxaa macnaha qoray ibnu cabdilbar kitaabkiisa la yidhaah atamhiid juska 8-aad ayuu ku soo arooray sanad kale isagoo ku soo arooray haddii marka sanadkan shubha aad ku furteen dee ta'wiilka oo imaamu maalik sanad kale isagoo ah uusan ku jirin xabiibkan uusan ku jirin ayuu soo arooray midda kale imaamu maalik marba hadduu kaatib ka dhigtay taas ayaaba tusinaysaba ugu filan ninkani nin aamina inuu imaamu maalik agtiisa uu ka ahaa waa wala wuxuu awilay alimaamu imaamkiiya wuxuu awilay sufyaan ibnu saciidin saciidkaasoo ibni masruuqin sufyaankaasoo athawriyu ee loo dhowri alladii sufyaankaasoo wasafahu dahabiyu dahabi biqowlihi uu ku tilmaamay huwa shaykhu lislaami wey imaamu lxufaadi xufaadda imaamkoodii wey sayidu lculamaai culimmada boqorkoodii wey culimmadaasoo alcaamiliina camal fala fii zamaanihi zamankiisuu boqor culimmada u ahaa qowlahu tacaala ayuu awilay wa huwa macakum aynamaa kuntum qaala wuxuu yidhi huwa macnuhu waxaa loola jeedaa cilmuhu ilaahay cilmigiisa ayaa loola jeedaa huu yidhi ilaahay cilmigiis ayaa loola jeedaa huu yidhi marka waxaa meeshan ka cad meeshan waxaa ka cad sufyaanu thawri inuu awilay aayaddan wa huwa macakum ilaahay waa idinla jiraa cilmigiina cilmigiisa ayuu idinkula jiraa cilmigiisa ayuu idinkula jiraa soo maaragtid cilmigiisa ayuu idinkula jiraa saasuu ku awlay sufyaan sufyaanu thawri ee lagama wado ilaahay waa idinla jiraa oo meel walbaba daatadiisa idinla joogta daatadiisa idinla joogta maxay le daatada ilaahay makaan looma samayn karo waa tii aanu nidhi kaana walaa makaana kitaabka khudbadiisay ku jirta ilaahay waa ahaa jiray iyadoo wax makaana carshi iyo kursi iyo samaawaad aysan jirin ayuu ilaahay jiri jiray wa huwa alaana haddeerna calaa maa kaana calayhi qabla khalqi lmakaan makaanka intuusan abuurin suu ahaa jiray ayuu haddana ilaahay yahay subxaanahu wa tacaalaa isma uusan bedelin rabbi subxaanahu wa tacaalaa isma uusan bedelin ereygaas hadda caqiidada dhan saldhig u ah oo ah kaana walaa makaana huwa alaana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi lmakaan nimankan aaday ula dagaalameen ereygaa tashwiish fara badan iyo shubhaadna way ku fureen ilaa heer qaar iyaga ka mid oo yidhaaheen xaggee laga keenay yaa ku dhawaaqay wax ku dhawaaqay miyaa jira ereygaas oo caqiide ka dhigtay war waxaanu leenahay walaalayaal haddaad hanuunaysaan ereygan waxaa ku dhawaaqay salafu saalix salafu saalix ayaa ku dhawaaqay alimaam abulxasan alashcari oo mar walbaba aad ku noqnoqotaan oo mar walbaba maaragtahay aad tidhaahaan
نين وناكسن وها إنقال هذا نين وناكسن وانو يهي نين كاس سلف كاه أيها سداس إريقا أقود نواقي كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان وحادنا كالحليل كرتاقفكي هنون دونها يو كتابك اللي يراه تبيين كذب المفتري فيما نصب للإمام بالحسن الأشعري لمبر كيسا بقول إيو كنتونات أيها كالحليل كرتا وحاكلو هذا الكن قود نواقي هذا الكن وحاكلو قود نواقي شيخ الأورنجري أبو الإسحاق الشيرازي صاحب المهذب كتابك المهذب اللي يراه إمام نووي وشرحي شيخ إسكالها إساقنا هذا الكن وحوشي نصوصتا كتابك السنة إن لا يلسوا ونح بحي وحونا هذا الكن أبو الإسحاق الشيرازي كشي كتابك إسا اللي يراه الإشارة إلى مذهب الحق لمبرك وحاد كالحي ليلي كرتاب بقول إيو كنتن إيو كوات وحاكلو هذا الكن كوهد لي طيب كم إذا صحابة النبي صلى الله وسلم عليه أيها كوهد لي وأنا صحابي الأورنجري علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سيدنا علي وحوديه جري قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان هذا ترى هذا الكاسد علي إنه يرمحا عدين وآه حقيسة كالحري لكرا وفكي هنون دونها يوحو كالحري لكرا كتابك اللي رأى الفرق بين الفرق وهو قري عبد القاهر البغدادي وقيريودي تاريخ مركو آها أفر بغل إيا اللباتن إيا سقالكي وحادنا كتاب كاسو كقري لمبر كاسدح بغل صدن إيا سدح هذا الكاسين وسيد علي بن أبي طالب ويري مربها الدين الله يا صحابتي إنا يراهين هذا الكن يكون واقين الله يا سلف صالح إنا يكون واقين الله يا ضدك أبو الإسحاق والشيرازي وقرنيدي أفرادها إنا يكون واقين أي ريال حقيق وسعتان لما أنتوا إن النصوص إسلامك أي كيف فهمين هذا تأويل كم ولا ليال هذا أنه مرة إنه وهو معكم أينما كنتم آه شبه كفرين شبه وحن لي يمت كان شبهكم أي سنفرين شبهكم أي سنفرين كم وهو كان سمين ولله الحمد على ذلك إلهنا كم هاتسن هل حبؤوا شبه تشويشة ويأوذي وين كان إني كفران وحي إله إن تأويل كان وهو معكم إلهي علم جيسة أيام مالو البيض لجوغا وصفيان الثوري كسقناتي أو كأولي وان قرسنهاي وان اوهوغان سنهاي كاسداس اي هورتا او اقرارين وح دقال ليرا اما شبه ير ليرا وي اوود وي اولها وين اي لا دقال لمن تاويل كان نوعان اه وحانو لان هاينا الهي اياكو مهدسان انتا كلنا انا نقوها فقان ايان الهي كر جيدونا ان شاء الله تعالى وذلك ما سيدي نقله ماغا الامام الذهبي امام الذهبي سيدو سو قوريي تأويل كان مركا ينقوا وافقين وحا تنبيه براروجين مضان تنبيه براروجين وحا مضان تأويل كان وهو معكم أينما كنتم وعلم أكو أولي ما أيسان أرانين سيدي كوي هورا أي كوبو شيئان قيبا كميدا سند ما الله كان يابترس محايا لو حي كهلين مسألة أيهو أي حوغا وافق سيهين أيو وافقي تأويل كي مركا وحي مشرب كودا وافق سان هدي أركان سند إيو وحاس أمر راديان لكن مركي أركان دادك أهل الحق آه الدلة أي وطان مركي أسي الشبه كفران ويران سند آوي حقا قري كتابك قري يا كون واقي سند هالله سمعيو مركي أسي يراهان لكن هو علمه إلهي علمي سنو ميالب لكو جوغو ما دام أيقو أي آمن سيينو عقيدته أي كمتا هاي أنقونا أنو آمن سنة هاي كوما أي سنفرين تشويش محايلة مشرب كودي أي وافق سان ياي تاسنا واه واحد تنبيه مضان او تسنيسا تعصب كودا اد وفقادي كما سيدي نقله تأويل كالإمام الذهبي وكسو قوري في سير أعلام النبلاء كتاب كسير أعلام النبلاء وكسو قوري جوسك تطبعات صفحة الله بقول إيو تطبو أيو كسو قوري الله بقول إيو تطبو وأول وهو أول سفيان الثوري أيضا قوله تعالى سنستدرجهم إلهي وأن السبان سبينا من حيث ميلا يانو كسبان سمينا لا يعلمون ايسان اكسونين ميلا ايسان اوغين ايانو كسبان سمينا هو الاله سبحانه وتعالى آياتنا مركة سبان سب سبان سبتان انان اله الله آنين كارن سرسر وان لوران كارن اله وحبو سرسرا اي سلفكو عدين ايان قال وحو يرسف يانو ثوري نسبق عليهم كركو دوحانو كودا ما يسترين النعمة نعموينك ايانو كودا ما يسترينا نعموينك ايانو كودا ما يسترينا ونمنعهم حانو ديدينا شكرا
shukriga ayaan u diidaynaa, nicmooyinkana waanu ku dhammaystiraynaa. Waxaana u diidaynaa inay nicmooyinkaa ka shukriyaan si loogu ciqaabo. Taawiilkan waxay yidhaahdeen waa tafsiir, maxaa yeelay istidraajka waxaa la yidhaah isbaaqu nicam xagga luqa ahaan. Shubhada taasay shubha uga soo arooriyeen. Waxaanu leenahay walaalayaal, taasi waxba kama jiraan. Istidraajka luqadiisa waa karaa qawaamiistii, inuu majaas ugu yimaado isbaaqu nicam waa jirtaa, laakiin luqa ahaan maya, luqa ahaan uguma yimaado maya, luqa ahaan uguma yimaado. Waa taawiil, taawiil wey luqa ahaan sidaa uguma yimaado. Qof walbana ha ka fiiriso qawaamiista adduunku ay qoreen, halkaasna waxaa ku dhammaaday shubhadii iyadana kaa ay ku soo arooriyeen. Dakara dalika taawiilkaas waxaa xusay Adhahabiyu fi siyar aclaami nubala juska 7-aad safxada 190 ayuu ku xusay. Kadalika sidaas oo kale awal almufasiru sheekha mufasirka wuxuu awilay mufasirkaas oo alkabiiru weyn, mufasirkaas oo ataabiciyu taabiciga loo nisbeeyey mujaahidun qawl allahi tacaala ayuu awey mujaahid, ilaahay qowlkiisa uu yidhi an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa faratu fii jambi illaah, an taquula nafsun naf inay tiraaho yaa xasrata alla qoomamadayda iyo shallaytadaydiyey calaa maama ladiikii aan ka shallaayahayo faratu aan ku xadgudbay fii jambi illaah ay fii amri illaah amarka ilaahay aan ku xadgudbay xilliga la shallaayi doono, amarka ilaahay aa lagu xadgudbay la shallaayi doono. Malu fiirso. Qaala mujaahid wuxuu yidhi yacnii wuxuu la jeedaa dayactu min amri illaah, amarka ilaahay aan dayacay, jambiga ilaahay aa dhinac le lama odhan karo. Saasuu mujaahid oo taabiciya uu ku awilay. Aayaddu daahirkeeda waxaad moodaa dhinac, laakiin dhinac ma ahane, waxa weeye waxaa laga wadaa amarka ilaahay, amarka ilaahay ayaa laga wadaa, taasoo meesha ay ka baxayso ama ay ku baaba'ayso kuwan qaba ilaahay dhinac uu leeyahay oo qur-aankaa sheegay. Jambi ilaahay isku sifeeya annaguna waanu ku sifaynaynaa ayay yidhaahaan. Taas waxaa diidaya taawiilka salafu saalix inuusan ilaahay jambi lahayn, aayaddana aan daahirkeeda loola jeedinoo dhinac xaqiiqaa inaan laga wadin. Soo ma aragtid, dhinac xaqiiqaa inaan laga wadin ayuu maaragta ahay mujaahid isagu uu sheegi, mujaahid inaan dhinac xaqiiqaa laga wadin ayuu isagu inoo sheegay oo laga wado amarka ilaahay. Taawiilkaasna shubhay ku soo arooriyeen walaalayaal. Waxaanu ku qaadan doonaa casharadeenna kale, ayaanu ku qaadan doonaa insha allahu tacaala shubhadaas iyo baabi'inteedaba. Halkaasna walaalayaal waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii shanaad ee kitaabkeennii Alhadyu Alwaadix fi dhabi can muctaqadi salafi saalix. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.